مولانا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام كان يستغرب إذا نصراني مديدة في دولته، مو مسلم، نصراني. الإمام علي ما كان يقبل المسيحي مديدة في دولته. بالنتيجة العدل لما يعم والقسط لما يعم هكذا تكون النتائج. أما إذا صار البناء للظلم والجور وإلى آخره طبعا الأمور كلها راح تختلف، فتشوف غنى أكثر من اللازم وفقر مدقع. ماكو شيء وسط، طبقية يعبرون عنها الآن، طبقية، لو هالشكل يو هالشكل، لو واحد يموت من التخمة لو واحد يموت من الجوع. هذا معناه أكو عدل ماكو عدل، أكو قسط ماكو. الزهراء في خطبتها تقول العدل تنسيقا للقلوب. يعني شنو؟ يعني تقول إذا تردون مجتمع يكون هادئ مستقر متناسق خلوا العدل يسود. العدل إذا ما ساد ما يستقر مجتمع. العدل إذا ما ساد في مجتمع هذا المجتمع شنو؟ ما راح يستقر، لأن القلوب ما متناسقة. ولهذا تشوفون إمامنا المهدي في دولته العادلة إذا ظهر شنو يسوي؟ نبينا قال يملأ الأرض شنو؟ قسطا وعدلا. ولهذا لما يملأ الأرض قسطا وعدلا يشوفون الروايات تقول راح يعم بالأمن والأمان لو ما يعم، لأن العدل تنسيق للقلوب كما تقول الزهراء عليه السلام. نظرية مترابطة دقيقة، صدقوني